السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم الفيديو في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفة سهلة بزاف كتوجد في آخر لحظة. غادي نحضروا كيك رولي بمقادير اقتصادية وسهلين وبساطين، ناجح 100% كيجي رطب وهش بزاف وما غادي يتكسر معكم ما حتى شي حاجة، كيجي رائع. نتمنى تجربوه وبلا ما نطول عليكم خليكم مع المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالمكونات ديال الجينواز ديالنا، بالنسبة للجينواز غادي نحتاجو فيه 5 ديال الحبات ديال البيض. بالنسبة لهذا البيض أنا الحجم ديالو راه صغير أو متوسط، فإذا كان الحجم ديالو كبير تقدرو ديرو غير 4 ديال الحبات ديال البيض. غادي وطبعا بالنسبة للبيض من الضروري يكون بدرجة حرارة المطبخ باش تنجح معكم الجينواز. إذا كان البيض ديالكم بارد غادي تاخدوه من الثلاجة وغادي توضعوه في ماء دافئ واحد المدة ديال 5 حتى 10 ديال الدقائق حتى كياخد درجة الحرارة ديال داك الماء الدافئ وغادي تخدموا به. غادي نحتاجو كذلك هنايا السكر. بالنسبه للسكر عندي القياس ديال 5 ديال المعالق ديال السكر، بالنسبه للملعقه اللي خديت بها القياس فهي هذه. غادي نحتاجو واحد رشيشه ديال الملحه، غادي نحتاجو 5 ديال المعالق ديال الدقيق، دائما القياس بهذه الملعقه هذه 5 ديال المعالق عامرين مزيان. غادي نحتاجو كذلك 5 ديال المعالق ديال الزيت، زيت نباتيه. غادي نحتاجو 7 غرام من خميره الحلويات، وغادي نحتاجو واحد الساشي من السكر بنكهه الفانيلا. هذه المكونات اللي عندنا. غندوزو الان لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير، فواحد الاناء غادي نوضعو دوك 5 ديال الحبات ديال البيض، غادي نضيف معاهم 5 ديال المعالق ديال السكر اللي كيكونوا ممتلئين، فانا ديجا عبرتهم. غادي نضيف داك الكيس من السكر بنكهه الفانيلا، كذلك واحد القبصه ديال الملحه بالضراب الكهربائي، وغادي نضربوا البيض مزيان مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالو. فغادي نضربوا واحد المده من 5 حتى 10 ديال الدقائق على حسب الضراب اللي عندكم. ولو ملي كنضربوا كنحاولوا نضربوا في نفس الاتجاه كيف ما كتلاحظوا. صافي كيف ما كتلاحظوا، بعد ما ضربت هذاك البيض مزيان مع السكر، ها نتوما لاحظوا القوام ديالو كيفاش كيولي، الحجم ديالو كيتضاعف كيف ما كتلاحظوا، حتى اللون ديالو كيولي فاتح. غادي نضيف له الان 5 ديال المعالق ديال الزيت، غادي نحاول نعبرهم معاكم. الملعقه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، ثم الملعقه الخامسه. الان غادي نضرب، ولكن ما غاديش نضرب بزاف، غير واحد الخلطه خفيفه. وغادي نضيف الان الدقيق. بالنسبه للدقيق غنضيفو 5 ديال المعالق ممتلئين. في الاول غادي نضيف هكا غير واحد زوج معالق ديال الدقيق بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف داك الكيس من خميره الحلويات، غادي نغربلو طبعا المكونات. ثم غادي نحاول ندخل هذه الكميه الاولى ديال الدقيق في الخليط، كنحاولوا نخلطوا غير بشويه ومن الاسفل للاعلى باش ما كنهبطوش هذاك البيض، حتى كتندمج الكميه الاولى. عاد كنضيفوا 3 ديال المعالق المتبقيين من الدقيق، وكتحاولوا تحركوا في نفس الاتجاه. صافي غادي نضيف الان 3 د المعالق المتبقيين، صافي وكنخلطوا من الاسفل للاعلى وغير بشويه حتى كيدخل هذاك الدقيق هكا في الخليط ديالنا. وصافي ملي كنتاكدوا ان الخليط ما بقاوش فيها كتكتلات ديال الدقيق وندمج، فغادي نفرغوا الخليط ديالنا في واحد الصينيه اللي كتدخل الفرن، وغادي نحاولوا نوزعوه بشكل متساوي على اللاطه كلها.
صافي. وكنحاولوا نضربوا هكا لاطا ديالنا شويه هكا مع طاوله العمل، وغادي ندخلوه الفرن. بالنسبه للفرن كنكونوا مسخنينه من قبل، كنديروا على 180 درجه، فرن اللي شاعل من الفوق ومن الاسفل. فبالنسبه لمده الطي راه كياخذ من 8 حتى 10 ديال الدقائق، ما كيتجاوزش 10 ديال الدقائق. الا بقى بزاف الفرن فغادي يقصح معكم الجينواز وغادي يجيكم كيتكسر، فحاولوا يعني مده الطي تكون هكا كيف ما قلت لكم. وهنايا كيف ما كتشوفوا بعد ما خرجته من الفرن مباشره وهو باقي سخون، درت فوق منه هكا واحد المنديل وقلبته غير باش نحيد هذاك الورق ديال الطهي. صافي وغادي ندهنوا. ها انتم لاحظتوا معايا الجينواز كيفاش كتجي رطبه وكتحكموا فيها وكتروليوها بكل سهوله. فغادي ندهنها الان بالمربى. بالنسبه للمربى فراه كيتوزع فوق منها بكل سهوله لان الجينواز بقى سخونه، فحاولوا تختاروا مربى اللي ما كيكونش هكا داك اللي كيكون سائل، ما تختاروش هذاك اللي كيكون سائل باش ما يسيح لكمش هكا فوق من الجينواز ديالكم. ديروا هذاك المربى اللي كيكون قابط في راسه. صافي وغادي نلويو الان الجينواز ديالنا بهذا الشكل هذا، وكتزينوا الجينواز ديالكم وكتخليوها كتبرد تماما، حتى كتبرد عاد كتقطعوها. فانا ما عنديش الوقت، غادي غير ندهنها مباشره ونقطعها معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي، وهي كل ما بردات غيكون من الاحسن. هنا دهنتها بالمربى ديال المشماش وكتزينوها بالكوك من الفوق او بمكسرات اللي متوفر عندكم. كان عندي هكا شويه ديال اللوز مهرمش به زينت هكا من الفوق. صافي وغادي نبدا كنقطع فيها، فحاولوا كيف ما قلت لكم تخليوها تبرد مزيان عاد باش كتقطعوها. انا قطعتها كيف ما قلت لكم مباشره لانها ملي كتبرد كتجي هكا ما كتبقاش هشه بزاف. فالان كيف ما كتلاحظوا كتجي هشه بزاف بزاف. صافي وغادي نستمر هكا في التقطيع حتى كنقطعها كلها. فكيف ما كتلاحظوا معايا كتجي واحد الجينواز رائعه بزاف بزاف وهشه، والطعم ديالها كيجي لذيذ وسهله بزاف في التحضير ديالها وفي في المقادير ديالها. فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، انكم تجربوها تبارطاجيوها مع اصدقائكم واحبابكم، ونتلاقاو فيديو قادم مع وصفه اخرى. ولا عجبكم الفيديو طبعا خليوه يوصل اكبر عدد ديال اللايكات، وغادي نوريكم اكيد الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل. فها انتما هذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي هشه بزاف بزاف ورطبه ولذيذه في الطعم ديالها كتذوب في الفم. نتمنى تجربوا الوصفه ونتلاقاو فيديو قادم مع وصفه اخرى. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.